وده كان من منتصف الثمانينات تقريبا. يعني بقاله فترة كبيرة، بس هو ابتدى يعني تاخد البروباجندا بتاعته قريب. يمكن برضو عشان احنا عدد دكاترة المسنين في مصر زاد شوية، وان كان قليل جدا، يعني احنا نعتبر حاجة نادرة. يعني انا ملاحظة كمان ان هم صغيرين في السن شوية، يعني مفيش منهم حد. ده صحيح، يعني لان التخصص نفسه، تخيلي لما التخصص يكون مبتدي في منتصف الثمانينات، يعني احنا بنتكلم على ان واحد لسه هيبتدي الكارير بتاعه في 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 الثمانينات، ده هتلاقيه دلوقتي بالكتير مثلا حاجة 50، يعني لسه ما جاش 60 سنة مثلا. فدي حاجة يعني جزء أساسي في الموضوع. وبعدين الاسم كان بادي صغير جدا، احنا بنتكلم على مستشفى نهاري بيجوا يقعدوا فيه المسنين الصبح ويروحوا، عدد محدود جدا من السراير، 10 سراير في جامعة عين شمس. فتخصص كان محدود جدا. التخصص موجود بس في جامعة عين شمس ولا موجود في كل الجامعات المصرية؟ هو الحقيقة موجود في جامعة اسكندرية، حاليا موجود برضو في الأزهر، جامعة القاهرة برضو فيها وحدة لطب المسنين، لكن برضو في الآخر يعني محدود برضو جدا. يعني طب أنا عندي مثلا والدي بيعاني من مشاكل معينة، إمتى أقول أنا هروح لطب مسنين، مش هروح مثلا لبطنة أو هروح لكده؟ ده سؤال جميل جدا. طول ما المريض ما عندوش غير مشكلة صحية واحدة يبقى يروح للتخصص. يعني مثلا عنده ولنفرض فيروس سي مثلا، ومحتاج يظبط انزيمات الكبد بتاعته او ياخد العلاج بتاع الفيروس سي، يبقى هيروح لدكتور الجهاز الهضمي والكبد. لكن المسنين امتى يبقى محتاج دكتور المسنين؟ لما يبقى عنده مشاكل صحية متعددة. طبعا بتبقى مش بس يعني متعددة، لا هي كمان بتبقى بتأثر على بعضها. يعني واحد مثلا عنده ضغط وسكر ومثلا نقص في نشاط الغده الدرقيه مثلا، وكل بيعاني ده من اكتئاب بالظبط مثلا، كده، في مشاكل يبقى في في الحاله دي الذاكره او الافضل كده. طبعا انه يروح لدكتور المسنين. الحاجه الثانيه انه لما يكون عنده مرض، يعني غالبا ما بيحصلش غير في كبار السن زي الالزهايمر مثلا، يبقى في الحاله دي الافضل انه يروح لدكتور المسنين. طب دكتور المسنين المهمه الاساسيه عنده ان هو يعني يربط الدكاتره كلهم ببعض، ولا هو بيكتشف المرض ولا ايه؟ الاثنين. يعني دكتور المسنين اولا ما ينفعش يشتغل لوحده، يعني ما ينفعش اشتغل من غير تيم. التيم ده بيتكون من اخصائي اجتماعي، اخصائي نفسي، حد بتاع تاهيل وعلاج طبيعي، ممكن يبقى في حد تغذيه، يعني كل دول بيتعاملوا مع بعض، بالاضافه الى ان احنا طبعا بنحتاج في اوقات كتير للتخصصات الاخرى. بس في الاخر انا ببعت المريض للتخصص ده يظبط له حاجات معينه، وبعدين بيرجع تاني ونحط ده كل ده في الايه، في ابتداء من سن كام بنيجي المنظومه لحضرتك؟ من اول 60 سنه. الجزء الثاني برضو اللي حضرتك كنت بتساليني عليه، اللي هو احنا اكتشاف الامراض. طبعا في جزء اللي هو الطب الوقائي، يعني ده موجود في كل التخصصات مش في طب المسنين بس، اللي هو الفحص الدوري والتشيك اب، يعني ان الواحد يعمل فحص دوري، قبل اشعه، بدايه يعني تحاليل، اكتشاف المرض قبليه. عشان حتى عشان نكتشفه مبكرا. يعني حتى لو هو موجود في امراض كتير جدا ملهاش اعراض، خاصة لما بنكبر في السن، فبيبقى الأفضل إن احنا نكتشفها بتحاليل، بأشعة، بفحص، بالسماعة، يعني طب ده بتختلف. خلينا